السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتي الأعزاء، طلبة قسم التحليلات المرضية في كلية العلوم جامعة الكوفة، هذه هي المحاضرة، هي المحاضرة الخامسة المعدة لطلبة المرحلة الثانية الدراسة المسائية لمادة الأحياء البشرية. أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير، واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن محاضرة أخرى جديدة بعنوان Structural Properties of Bacteria، بمعنى أنه الصفات التركيبية للخلايا البكتيرية. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى مجموعة معلومات جديدة، أضف إلى ذلك راح نتطرق إلى مجموعة معلومات تم سردها مسبقا بالمحاضرات السابقة. الغرض هو أنه لغرض الاستذكار، استذكار المعلومات، وأضف إلى ذلك لربطها مع المحاضرة اللي راح نتكلم عنها اليوم. لذلك كثير من الاستعدادات اللي راح نتكلم عنها في هذه المحاضرة راح تكون هي بالأصل تم شرحها مسبقا. فعلى الرغم من أنه هي مكونة من 30 سلايد، تقريبا 10 إلى ربما 12 سلايد أو 13 سلايد، هي عبارة عن معلومات تم شرحها مسبقا. طبعا هذا به فائدة لحضراتكم، أنه نوع من أنواع الاستذكار والمراجعة، أضف إلى ذلك ربطها أيضا بهذه المحاضرة. المعلومات اللي موجودة في هذه المحاضرة كثير من عندها مثل ما قلت مشروحة في المحاضرات السابقة، سواء كانت المحاضرة الأولى أو المحاضرة الثانية وهكذا، يعني خليط من المحاضرات السابقة وردت بعض المعلومات وسردتها بهذه المحاضرة حتى أربطها ويا من المعلومات الجديدة. المحاضرة تكفيك عن محاضرة البي دي اف، لذلك نزل محاضرة البي دي اف. هذه المحاضرة اللي هي أمامكم تم تنزيلها على صفحة الفيسبوك الخاصة بي، اللي هي صفحة اللي راح أعرضها لحضراتكم الآن، في حال أنه أحد عندكم ما مشترك بها أتمنى من حضراتكم تشتركون بها جميعا. أضف إلى ذلك تم رفعها أيضا على المودل، وتم رفعها أيضا على مجموعة التليجرام الحديثة. طبعا الإنترنت جدا بطيء للأسف. الصفحة هي هذه وياها، مجموعة التواصل العلمي مع دكتور بسام كريم خضير. هنا راح تلقون كل المحاضرات. على سبيل المثال قبل تقريبا ساعة نزلت المحاضرة من المحاضرة رقم 1 إلى المحاضرة رقم 6، عفوا نزلت المحاضرة السادسة، نزلت أيضا المحاضرة الخامسة لكونه الأسبوع الفائت لم أستطع إنزالها بسبب سوء الإنترنت وبسبب ظروف صحية أيضا. هنا راح تلقون بها كل المعلومات اللي تردوها، على سبيل المثال ضع سؤالك هنا، المحاضرة الرابعة أحياء مجرية وهكذا. أيضا زملائكم التقان الأحيائية اللي هم المرحلة الرابعة أيضا موجودين في هذا الصفحة، نشوف هنا الطلاب كلهم هنا متواصلين. على سبيل المثال الطلاب مثلا اللي يعانون مشاكل تقنية، للطلاب اللي عندهم أسئلة، أتمنى من حضراتكم تملون هذا السيرفي أيضا. هذا السيرفي يحوي على معلومات لحضراتكم، اللي أريده من عنده هو اسمك وجروبك وكذلك رقم هاتفك أو رقم هاتف شخص من ذويك لغرض التواصل في حال حدثت بعض الأمور اللي تستوجب الاتصال بكم. ولذلك راح تلقون هنا جميع الأمور اللي تهمكم. وأضف إلى ذلك أنا أيضا نزلت المحاضرة على صفحة التليجرام وكذلك على صفحة المودل، أيضا راح إن شاء الله أرفعها. فإن شاء الله تعالى نتواصل وياكم ونعوض كل المشاكل اللي تكون تواجه حضراتكم، وأتمنى لكم التوفيق. نشرع الآن بالمحاضرة. المحاضرة هي اليوم معدة بعنوان Structural Properties of Bacteria، فنتوكل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرفون حضراتكم أنه البكتيريا والكائنات المجهرية الأخرى موجودة everywhere، هي موجودة في كل مكان، موجودة في البقاع التي تكون harsh environment، يعني أنه البقاع اللي تتميز بأنه تكون قاسية جدا، سواء كانت من حرارة من برودة إلى آخره. على سبيل المثال عندنا هنا أنه هذه البحيرة هي بحيرة اسمها Otas Great Salt
وهي تتميز هذه البحيرة بأنه نسبة الملوحة فيها حدود 32%. لونها البينك المميز هو بسبب وجود نوع من أنواع الأحياء المجهرية. وأخذنا مثال على هذا النوع من العيون أو البحيرات في المحاضرة السابقة، اللي هي المحاضرة الثانية إذا تذكرون. فبشكل عام إنه البروكاريوتيز اللي هي الكائنات بدائية النواة تتميز بأنه تكون موجودة في الأماكن اللي تكون حتى الأماكن الهارش هي أيضا موجودة فيها، يعني موجودة في الأماكن الطبيعية وموجودة أيضا وين في الأماكن اللي تتميز بأنه بيئة غير مناسبة لنمو معظم الأحياء الأخرى. على سبيل المثال الأماكن اللي تكون جدا حامضية أسيدك سالتي اللي هي الحامضية القاعدية cold الحارة والباردة، أضف إلى ذلك في أماكن أخرى. ما يميز الكائنات المجهرية هو أنه شكلها، شكلها عادة يكون مميز تحت المجهر، ولذلك نقدر نميزها سواء كان بشكل المستعمرة، سواء كان بلون المستعمرة في بعض الأحيان، بعض الأحيان حتى الرائحة تعطينا مميز. الكائنات المجهرية عادة موجودة في الأرض بعضها على سبيل المثال، وأعدادها يفوق أعداد البشرية بما هي موجودة. وعادة نميزها إلى نوعين اللي هي الأحياء المجهرية، مثل ما تذكرون ميزناها على أساس أنه البكتيريا، وميزناها على أساس الأركيا، وعرفنا شنو الفرق بين الاثنين. بالنسبة للستركتشر والفانكشن راح نتكلم في شيء بسيط اليوم، وأحاول أنه أركز عليا على التركيب الغشاء اللي شرحناه في المحاضرة الأولى، ولكن بشيء من التفصيل هنا. الكائنات اللي موجودة في الأرض اللي هي البروكاريوتيك معظمها عادة تكون هي يونيسيلولر، بالتأكيد حجمها يكون جدا صغير، يعني يكون عادة يتراوح من حوالي نصف إلى so from 0.5 to 5 micrometer much smaller than 10 to 10 micromolar of many eukaryotic cells. معظم الخلايا الإيوكاريوتيك الحقيقية النواة أحجامها يتراوح عادة ما بين 10 إلى 100، في حين نلاحظ أن أحجام خلايا البكتيريا تكون جدا جدا صغيرة. أشكالها أيضا تكون متنوعة وراح نتعرض لها، وإذا تذكرون أنه شرحنا في المحاضرة السابقة أشكالها، قلنا أنه بعضها يكون spherical، بعضها يكون دائري، بعضها يكون rod shape اللي يسمينها الباسيلاي، وبعضها يكون spiral اللي هو يكون بشكل حلزوني. بالنسبة للسيل سيرفيس ستراكشر، وهنا اللي أني أريد أركز على هذه المعلومات. An important features of nearly all prokaryotic cells is they are cell wall. يعني الصفة المميزة لكل الكائنات البروكاريوتيك اللي هي بدائية النواة هو تركيب الجدار الخلوي مالتها. هذا الجدار الخلوي maintains cell shape، يعني هو اللي يحافظ على شكل الخلية. Protect the cells، يحمي الخلية. And prevent it from prosting in a hypotonic environment. إذا تذكرون أخذنا بالمحاضرة السابقة الهايبرتونيك والهايبوتونيك، وقلنا الهايبرتونيك اللي هو المحيط الملحي العالي، يعني البكتيريا تكون موجودة في وسط ذات تركيز عالي سواء كان ملحي سكري إلى آخره. فلو دخلت هذه البكتيريا في هذا المحيط اللي تركيزه خلينا نقول الملحي عالي على سبيل المثال، اللي يصير شنو؟ إنه الماء يخرج من داخل الخلية علما إلى الخارج، فبالتالي يصير شرينكيج، تنكمش الخلية. أما الهايبوتونيك اللي هنا المقصود به السيل وول عادة اللي يحيط بالبكتيريا يحميها. ليش يحميها؟ لأنه يمنع دخول الماء من الخارج إلى الداخل. الهايبوتونيك يكون تركيز الملحي خارج الخلية عادة أقل من التركيز الملحي داخل الخلية، فبالتالي يمنع دخول الماء إلى الداخل، وبالتالي يمنع البورستينج اللي هو الانفجار الخلية. زين، بالنسبة لبعض أنواع الخلايا الإيوكاريوتيك، إذا تذكرون بالمحاضرات السابقة أخذنا على سبيل المثال الفنجاي وأخذنا أنواع أخرى، قلنا أنه يختلف عن الخلايا البروكاريوتيك بأنه يكون حاوي على سيلولوز أو كايتين. ما يميز الخلية البكتيرية؟ السيل وول مالتها يحوي على بيبتيدو جلايكان. الجلايكان معناها سكر، شوجر. البيبتيدو معناها بروتين، فهنا نقول عليه بروتين سكري. وعادة هذا البروتين السكري يكون في شبكة، so it's a network of sugar polymers cross-linked by polypeptide، بمعنى أنه network معناها شبكة، sugar polymers هي وحدات سكرية، يعني سكر أحادي
من يرتبط ويا بعد سكر احادي ثاني، زين راح يكون سكر ثنائي. سكر ثنائي يرتبط بعد سكر احادي ثاني راح يكون سكر ثلاثي وهكذا، بالتالي راح يكون لنا سلسله نسميها بوليمير، بالتالي هو عباره عن سلسله من السكريات كروس لينكد يعني مرتبطه ويا من ويا بولي بيبتايد، بيبتيد متعدد. مثل ما تعرفون انتم احماض الامينيه اذا تذكرون ناخذيها مثلا بالكيمياء الحياتيه او بالمراحل الثانويه، انه الحامض الاميني من يرتبط ويا حامض اميني اخر راح يكون سلسله احماض امينيه. هذه سلسله احماض امينيه نسميها بولي بيبتايد، بولي معناها متعدد، بيبتايد معناها بروتين، الوحده المكونه من بروتين. فاللي اريد اقول لكم اياه انه الجدار الخلوي مالت البكتيريا مكون من بيبتيدوغليكان، البيبتيدوغليكان شنو هو؟ هو عباره عن سكر بروتين. طيب اذا تذكرون انه قلنا انه الاركيا تحوي على بولي سكرايد اند بروتينز، تحوي على بولي سكرايد، تحوي على سكر متعدد وتحوي على بروتين، بس البروتين ما مرتبط ويا من؟ ويا البولي سكرايد، فبالتالي هي ما تحوي على بيبتيدوغليكان. العلماء عادة اعتمادا على صبغة معينة سموها صبغة جرام، هذا الصبغة شنو؟ صنفوا البكتيريا إلى نوعين، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وراح نجي هسه نشوف انه شنو الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. اعتمادا على صبغة معينة، اعتمادا على تركيب الخلية، اكو نوعين من الخلايا البكتيرية، الخلايا البكتيرية اللي يكون غشاء العفو السيل ممبرين مالتها يكون حاوي على تركيب معين ياخذ صبغه، هذه الصبغه اللي هي الجرامستين. صبغه الجرامستين عاده عباره عن مجموعه صبغات اللي هي بالحقيقه صبغتين. هذه الصبغتين عاده ببروسيجر معين المفروض انه حضراتكم ماخذيه بالعملي يتم صبغ البكتيريا فيها، اللي هي على ما اتذكر اللي هي السفرانين والكريستال فايوليت. فالكريستال فايوليت لونه يكون عادة لون بنفسجي، والسفرانين يكون لونه عادة أحمر تقريبا، برتقالي إلى أحمر. اللي يصير شنو؟ إنه تمزج مجموعة صبغات بمجموعة وخليطها نسميها جرامستين، يعني أول ما يجيبون صبغة يسموها كريستال فايوليت يصبغون بها البكتيريا، بعد ذلك يقصرون هذه الصبغة عن طريق مادة كحول، وبعد ذلك يستخدمون صبغة أخرى اللي هي السفرانين، وبعد ذلك يغسلوها ويجففوها. هذا الكلام ما مطلوب من حضراتكم، فقط اللي اريده من عندكم تفهموه انه الجرامستين هي عباره عن صبغه مكونه من مجموعه صبغات. هذه الصبغات لما نعامل بها البكتيريا كل ستيب، كل خطوه نعامل بها البكتيريا، اذا كان البكتيريا جرام بوزيتيف راح تاخذ لون، واذا كانت البكتيريا جرام نيجاتيف راح تاخذ لون اخر. هسه شنو جرام بوزيتيف شنو جرام نيجاتيف؟ هسه راح نجيها. بالنسبة لجرام بوزيتيف بكتيريا، بكتيريا have simpler walls with a large amount of peptidoglycan. اللي يميز الجرام بوزيتيف بكتيريا بأنه طبقة البيبتيدوغلايكان اللي قبل شوية تكلمنا عنها تكون كبيرة جدا، وأضف إلى ذلك تحوي أيضا على cell walls اللي هو الغلاف الخلوي. بالنسبة للجرام نيجاتيف بكتيريا تحوي أيضا على cell wall وتحوي ايضا طبقه البيبتيدوغليكان، ولكن طبقه البيبتيدوغليكان بالجرام نيجاتيف تكون صغيره. واضف الى ذلك بعد طبقه البيبتيدوغليكان اكو عندنا تركيب اخر يسموه اوتر ممبرين اللي هو الغلاف الخارجي، وهذا الغلاف الخارجي طبعا يكون توكسيك ويلعب دور كبير جدا في احداث الامراضيه، ولذلك عاده البكتيريا الجرام نيجاتيف تكون اخطر من البكتيريا الجرام بوزيتيف. ليش أخطر؟ لأنه المضادات الحيوية تكون عادة غالبا ما تكون مقاومة للمضادات الحيوية أكثر من الجرام بوزيتيف. طيب خلينا نشوف التركيب مالتها. عندنا الآن عندنا هذه الصورة، هذه صورة جدا مهمة. خلينا نكبر هذا الجزء، راح نكبره، هذا جرام بوزيتيف بكتيريا وهذا جرام نيجاتيف بكتيريا. خلينا نجي أول ما على حدة نشرحه وبعدين نرجع لهذا الشكل. بالنسبة للجرام بوزيتيف بكتيريا، بيبتيدوغليكان traps crystal violet. قبل شوية قلت لكم إنه صبغة الجرام تتكون من صبغتين أساسيتين، الأولى crystal violet، بعد ذلك السفرانين. اللي يصير شنو؟ إنه هذه طبقة البلازما ممبرين اللي تكلمنا عنها، هذه طبقة البلازما ممبرين،
وبعد طبقة البلازما ممبرين تجي طبقة أخرى اللي هي البيبتيدو غليكان. فإذا نريد نكبر الآن البكتيريا الغلاف مالتين، نشوف أنه تحوي على غشاء خلوي نسميه بلازما ممبرين، وبعد ذلك تحوي على طبقة أخرى نسميها بيبتيدو غليكان لاير، اللي هي طبقة البيبتيدو غليكان اللي هي طبقة السكر البروتيني. هذه طبقة البيبتيدو غليكان نسميها السيل وول. جيد؟ طيب، هذه البيبتيدو غليكان لما أصبغها بصبغة جرام، صبغة جرام قلنا إنها مكونة من صبغتين أساسيتين، واحدة سميناها كريستال فايوليت والثانية سفرانين. إذا كانت البكتيريا تحوى على هذا التركيب بيبتيدو غليكان راح تاخذ صبغة كريستال فايوليت، ولما تاخذ صبغة كريستال فايوليت تطلع جوا المجهر بهذا اللون اللي هو اللون الفايوليت البنفسجي. طيب، خلينا نروح إلى الجرام نيجاتيف بكتيريا. بالنسبة للجرام نيجاتيف بكتيريا اللي يميز إنه الآن عندنا هاي البكتيريا، هاي شكل البكتيريا. لما نيجي للغشاء الخلوي مالتها راح نلقى انه هذا الغشاء الخلوي، بعد ذلك طبقه بيبتيدو غليكان، بعد ذلك اوتر ممبرين. لما نكبر هذا الشكل راح نشوف انه هنا عندنا بلازما ممبرين، زين، وبعد ذلك بيبتيدو غليكان، هاي طبقه بيبتيدو غليكان. ومثل ما قلت لكم طبقه البيبتيدو غليكان بالجرام نيجاتيف تكون جدا نحيفه، شوفوا شلون شكلها جدا نحيف مقارنه ويا من، ويا طبقه البيبتيدو غليكان اللي هي تكون بالجرام بوزيتيف بكتيريا واللي تكون عاده جدا كبيره. بعد الجرام نيجاتيف بكتيريا تحوي على تركيب اخر خارجي يسموه الاوتر ممبرين. هذا الاوتر ممبرين هو حاوي على بروتينات وحاوي على كربوهيدرات وحاوي على ليبيد والى اخره. هذه الطبقه عاده تاخذ زين جرام نيجاتيف بكتيريا كريستال فايولت از ايزلي راينست اواي، يعني يقصر راينست اواي ريفيلينج جريد داي، وبالتالي راح يترك شكل الريد. ليش هاي يترك عليها شكل الريد؟ لانه هذه الطبقه اللي موجوده هنا اللي هي الاوتر ممبرين، لما اول ما اصبغ البكتيريا سواء كانت جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف بصبغه الكريستال فايولت، لما اجي بعدين اغسل البكتيريا بكحول راح طبقه الكحول كلها تقصر الكريستال فايوليت اذا كان اكو موجود اوتر ممبرين، ولكن اذا كان اكو بيبتيدو غليكان وماكو اوتر ممبرين لا، طبقه الكريستال فايوليت راح ترتبط ارتباط وثيق ويا من، ويا طبقه البيبتيدو غليكان، لذلك لما اعاملها بالكحول ما راح تروح. طيب الصبغه الثانيه اللي هي السفرانين، لما اضيف صبغه السفرانين راح ترتبط هنا راح تعطيها، اذا كانت البكتيريا حاويه على اوتر ممبرين راح ترتبط بها السفرانين، ولكن اذا كانت لها حاوية على بيبتيدو غليكان ما راح يرتبط بها السفرانين. بالتالي اذا ارتبط السفرانين ويا الاوتر ممبرين راح يعطيها الشكل الاحمر، بالتالي لما نرجع لهذا السلايد راح نشوف، شوف هذه البكتيريا هنا هذا الشكل الاحمر، ولذلك هذه نسميها جرام نيجاتيف وهذه نسميها جرام بوزيتيف. طيب بشكل عام لا تدوخ نفسك بالصبغات وترتيبها وشلون يتم، كل اللي اريده منك انه تفهم انه الجرام نيجاتيف بكتيريا هي بكتيريا تتميز بان عفوا الجرام بوزيتيف بكتيريا تتميز بانه تحوي على طبقه بيبتيدو غليكان، وطبقه البيبتيدو غليكان طبقه سميكه جدا. اما الجرام نيجاتيف بكتيريا فتحوي على بيبتيدو غليكان ولكن نحيفا، وتحوي على تركيب اخر اللي هو الاوتر ممبرين. طيب ننتقل الان الى موضوع اخر او تعقيبات اخرى. معظم الانتيبايتيك many antibiotics target peptidic glycan and damage bacteria cell wall، ولكن الجرام نيجاتيف بكتيريا ار مور لايكلي تو بي انتيبايتيك ريزيستنس، تكون عادة مقاومة للمضادات الحيوية. الجرام نيجاتيف تكون مقاومة للمضادات الحيوية. ابولي سكرايد او بروتين لاير كولد كابسول كفر many بروكاريوتكس. طيب المذكور هنا شنو هو؟ انه عادة لما تعامل هذه البكتيريا بانتيبايتيك، هذه البكتيريا غالبا تستجيب لكثير من المضادات الحيويه، هذه البكتيريا غالبا تكون اكثر مقاومه لبعض المضادات الحيويه من هذه البكتيريا، ليش؟ لانه التركيب الخارجي مالتها يكون معقد نوعا ما، ولذلك نفوذ الانتيبايتيك يكون الى حد ما صعب. زين هذه النقطه، كلا هذين الطبقتين بعض الاحيان تغطى بطبقه ثانيه، يعني يجي بعد هذا الان هذه الطبقه تجي بعد وراها طبقه ثانيه، او هذا اللي هنا اللي هو الاوتر ممبرين بالجرام نيجاتيف تجي طبقه ثانيه، هذه الطبقه نسميها كبسول، هذه الكبسول تحميها بعد الزايد، فاكو بعض البكتيريا تكون بها كبسول، اكو بعض البكتيريا تكون غير قويه على كبسول. زين
الآن إذا نريد نشوف الكبسول ونريد نشوف التركيب مالته، عندنا الآن هذه خلية بكتيرية، الحجم طبعا هذا هنا 200 نانومتر، هذا البعد منها هنا 200 نانومتر اللي هو 0.2 مايكرومتر. فنشوف هنا هاي الخلية البكتيرية تحت المجهر، طبعا هذا مجهر إلكتروني غالبا، هو بالأساس هو هذا مجهر إلكتروني. وهنا عندنا إذا نريد نشوف إنه هذه الطبقة هنا بكتيريا سيل وول، هذه هي طبقة اللي هي البكتيريا كام سيل ممبرين، ونلاحظ إنه أكو بعد السيل وول أكو طبقة أخرى اللي هي عادة تكون لزجة يسموها بكتيريال كابسول اللي تكلمنا عليها قبل قليل. طيب ننتقل إلى نوع آخر. Some prokaryotes have vambrian which allow them to stick to their substrate or other individual in a colony. هذا الفامبريان اللي هو عبارة عن خمل، نسميه خمل، فالطبقة تكون موجودة على السطح الخارجي تميزها بأنه تعطيها فد ستيكي، ستيكي معناه أنها تكون لاصقة، تلصق ويا من ويا السبستريت مات تلصق ويا من ويا السبستريت. السبستريت معناه أنه بشكل بسيط انا يزن لكم اياها، السبستريت معناه انه المواد اللي ترتبط بها، يعني على سبيل المثال في نسيج الانسان لما تصير انفكشن تجي لما تجي ترتبط ويا من ويا ماده معينه اللي هنسميها سبستريت، معناه تارجت خاص بها. فعاده هذه الفيمبريا يعطيها فد قدره عاليه من على الالتصاق بهذا السبستريت، او بعض الاحيان لا، لما تكون الكولوني نشوف انه بعض الاحيان البكتيريا تلتصق مع بعضها البعض، يعني مثلا سنجل بكتيريا كوكاي دائريه او باسيلاي، ولكن تكون مستعمرات. يعني إذا نرجع الآن لهذه الصورة نشوف إنه بعضهم يكون الملتصقات مع بعضهم، هذا الالتصاق يعود إلى من؟ يعود إلى تركيب الفيمبري. في بعض الأحيان تحوي على البلي، وهذه عادة البلي اللي هي الأهداب، وتتميز إنه هذه البلي عادة تكون أكبر من الفيمبريا، أطول عفوا من الفيمبريا. And allow prokaryotes to exchange DNA. اللي يصير إنه طبعاً هذا راح نشرحها أيضاً في المحاضرة هذه أو المحاضرة اللي بعدها، إنه البلي عادة يساعد على نقل المادة الوراثية من بكتيريا إلى بكتيريا. يعني عادة البكتيريا لما تلتصق في بكتيريا أخرى، البلي في بعض الأحيان يساعد على نقل المادة الوراثية من بكتيريا إلى بكتيريا أخرى. هسه شلون؟ راح نشرحها إن شاء الله بالمستقبل. فنشوف إنه هذا هو الفيمبريا، هذا هو الخمل، هذه هي بكتيريا عصوية، زين، وهذه هو الفيمبريا اللي تكلمنا عنها. إذا ذكرون تكلمنا عن الموتيلتي مالت البكتيريا اللي هي الحركة مالتهم. In a heterogeneous environment يعني بمحيط يكون عادة غير متجانس، سواء يعني في محيط يحوي على مثلا أكثر من كائن حي. Many bacteria accept taxes the ability to move، القدرة على الحركة. Toward or away from stimulus يعني تتقرب أو تبتعد من محفز معين، على سبيل المثال إنه تتحفز تقترب من طعام مثلا، أو تبتعد من مثلا بكتيريا أخرى، أو تبتعد مثلا عن مضاد حيوي وهكذا. فبالتالي شنو البكتيريا عادة إلها القدرة على الحركة ضمن الوسط. Chemotaxis is the movement toward or away from chemical stimulus. بعض الأحيان أكو محفزات كيميائية موجودة بالوسط، مادة كيميائية معينة على سبيل المثال موجودة في وسط معين. الكيموتاكسيس هو شنو؟ هي حركة البكتيريا، مصطلح نطلق عليه من على حركة البكتيريا، سواء كان باتجاه المحفز أو تبتعد عن المحفز الكيميائي، يعني مادة كيميائية يا أما تبتعد عنها البكتيريا يا أما تتقرب لها. هذه عملية الحركة نسميها كيموتاكسيس. Most motile bacteria propel themselves by flagella scattered the body above the surface or concentrated at one or both ends. بعض الأحيان تتميز البكتيريا بأنه تكون حاوية على تراكيب أخرى، هذه التراكيب نسميها فلاجيلا. هذه الفلاجيلا عادة يكون تركيب طويل، زين، هسه راح طبعا نشرحها بشكل تفصيل. وهذا التركيب عادة يكون مميز للبكتيريا، أنه البكتيريا تستطيع أنه تحركه بقوة هائلة، وبالتالي تستطيع بأنه تتحرك بشكل كبير جدا. Flagella of bacteria بالنسبة للفلاجيلا مالت البكتيريا أو الأركية
أو حتى في بعض الأحيان إيوكاريوتيز، اللي هو إذا تذكرون ذكرنا أنه بعض أنواع الطفيليات تكون حاوية أيضا على فلاجلة في المحاضرات السابقة. هذه الفلاجلة هي عبارة عن تركيب بروتيني، يعني وهذا التركيب البروتيني عادة يتحرك بشكل مستقل بواسطة بروتينات تتحرك. هسه راح نشوف شنو التركيب. شوف الآن عندنا هذا هسه رسم توضيحي، وهذه عندنا صورة حقيقية. هذه الصورة هي تحت المجهر الإلكتروني، وهذا هو التركيب الحقيقي، التركيب العفو السكيماتيك اللي هو الرسم. الآن احنا ايش عندنا؟ عندنا هاي بكتيريا تتميز بأنها حاوية على بلازما ممبرين، تتميز بأنها حاوية على شنو؟ بيبتيدو جلايكان، وبعد شنو؟ أوتر ممبرين. إذا الرأس من شفت أوتر ممبرين وشفت بيبتيدو جلايكان، رأس راح أعرف أقول هذه جرام نيجاتيف بكتيريا. نشوف انه طبعا هاي هنا الفلاجلا، شوفوا شلون مميز الفلاجلا، صوت يطلع من البكتيريا، يطلع من جانب واحد مو مثل الفيمبريا. شوفوا الفيمبريا شلون طالعه، او الاهداب عاده زين بيلي تكون لا طالعه بشكل مختلف تماما عن الفلاجلا. الفلاجلا لما تطلع او التركيب الفلاجلا يتميز بانه يكون في جانب محدد من البكتيريا. طبعا التركيب مات يعني قد لا اكون مخطئ اذا قلت انه اشبه بالماطور. الماطور اذا تعرفون انه الماطور الكهربائي، فكرته شلون تكون؟ تكون انه عباره عن كويل مع ملف، وهذا الملف يسري به التيار الكهربائي. لما يسري به التيار الكهربائي راح يولد مجال مغناطيسي، وعاده اكو بداخل هذا الكويل اكو شيفت. هذا الشيفت يتحرك ليش؟ لأنه هذا الشفت، طبعا أكيد الولد راح يعرفوه شباب، الشفت يتحرك لأنه هو مغناطيس. فمغناطيس يعني هو قطعة حديد ممغنطة، وموجود دائرة مدار هاي قطعة الحديد الممغنطة، أكو دائرة مدارها الآن ملف. الملف لما يجي به التيار الكهربائي راح يولد مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي هذا طبعا راح يولد باتجاه معاكس علما للمغناطيس مالت الشفت، وهذه حضراتكم ماخذيها بالسادس اعدادي. فبالتالي راح يتولد مجال مغناطيس وراح يتحرك. نفس الفكره تصير هنا، عندنا مجموعه بروتينات. طبعا لما اقول نفس الفكره فهي بالفعل نفس الفكره بالضبط. عندنا هنا طبعا مجموعه بروتينات، هذه هنا عندنا بروتينات تكون محيطه بما ببروتين اخر. هذا البروتين هنا الشفت، واذا تشوفون هنا داير مدار هذا الشفت اكو عندنا سيل ممبرين وبتيدو جلايكان والى اخر. اللي يصير شنو؟ انه بشكل مبسط راح اشرح لكم اياها، لانه ما مطلوب من حضراتكم هذا الشرح. اللي يصير اذا تذكرون سلسله نقل الطاقه اللي هي يسموها التشين ريسبيريشن، اللي هو سلسله نقل الالكترونات. اللي يصير بسلسله نقل الالكترونات انه يتم عمليه نقل الفوسفات اي دي بي اي تي بي اذا تذكرون. طبعا هذا الاي تي بي والاي دي بي وعمليه نقل الالكترونات ايش راح يولد؟ راح يولد شحنات خارجيه سالبه، شحنات داخليه موجبه. هذه الشحنات الموجبة والسالبة راح تحرك التراكيب البروتينية بشكل معين، وبالتالي استجابة للظروف البكتيريا تقدر تحرك هذا بشكل دايناميكي، بشكل حركي، وتستطيع أنه تبتعد عن المحفز وتتقرب نحو المحفز وهكذا. طبعا البكتيريا ما عندها عقل مثلا، هي ما عندها براين يفكر أنه ها والله هذا أكل مثلا، أو هذا مادة كيميائية لازم أتقرب لها استفاد من عدل، أو هذا مضاد حيوي، وإنما هذا كل السنسنج عبارة عن شنو؟ عبارة عن تفاعلات كيميائية معقدة جدا، وهذا يدل على عظمة خلق الله عز وجل. عظمة خلق الله عز وجل اللي تتحرك به هذه التراكيب بهذا التعقيد الكبير جدا. طيب ننتقل الآن إلى طبعا هذا الشفت هو موتور اللي هو الحركة، والهوك اللي هو الشفت اللي موجود به. بالنسبة للـ evolutionary origin of bacteria flagella. Bacteria flagella are composed of motor, hook, and filaments. اللي ذكرنا عندنا التراكيب الثلاثة. Many of the flagella's protein are modified version of a protein that perform other tasks in bacteria. كثير من عندها هي عبارة عن بروتينات محورة تقوم بوظائف أخرى. البقية النقاط البقية اتركوها ما مطلوب من حضراتكم. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو
المادة الوراثية للبكتيريا. طبعا هذه أخذناها بشيء من البساطة في المحاضرات السابقة، واليوم راح نتكلم عنها بشيء من نوعا ما من الأكثر عمق. Prokaryotic cells usually lack complex compartmentalization. الكمبارتمنتاليزيشن بمعنى انه تفتقد الى التركيب الغرفي، اللي هو اللي يسموه مثل ما حضراتكم تعرفون انه الخلايا للكائنات الايوكاريوتيك عاده تتميز بانه تكون حاويه على خلايا حقيقيه النواه. الخلايا الحقيقيه النواه تكون حاويه على نويه، بمعنى انه في التركيب غشاء خلوي، وبداخل هذا الغشاء غشاء نووي، وبداخل هذا الغشاء النووي اكو ماده وراثيه. بالنسبه للبروكاريوتيك ما عندها هذا التركيب، الماده الوراثيه تكون سائحه في الخليه البكتيريه. Some prokaryotes do have specialized member that perform metabolic function. These are usually folding of the plasma membrane. بعض الاحيان البروكاريوتيك سيلز يوجوالي لاك كومبلكس كومبارتمنتاليزيشن. عادة عندنا العضيات نسميهم كومبارتمنتاليزيشن، فالبروكاريوتيك عادة ما تكون حاوية على هذا الشيء. طبعا النوايا هم نقدر نسميها كومبارتمنتاليزيشن. Some prokaryotics do have a specialized membrane that perform metabolic function. بعض عندنا انه اذا تذكرون انه عندنا في بعض انواع الخلايا هناك نوع من الكمبارتمنتاليزيشن، اللي هو نوع من الاغشيه، اللي هي على سبيل المثال الكلوروبلاست في الخلايا النباتيه، او مثلا جهاز كولجي اباراتوس. زين، عاده هذا يكون عاده الجهاز كولجي اذا تذكرون يكون عاده عباره عن عضيه، وهذه العضيه تكون حاويه على اغشيه، وهذه الأغشية تكون بين طياتها أكو فد جزيئات معينة تكون مسؤولة عن عملية توليد الطاقة، إذا تذكروها اللي هي الـ ATP. هذه التراكيب الغشوية نسميها compartmentalization. بالنسبة للبكتيريا تكون عادة غير حاوية على التراكيب. ولكن مع ذلك أكو عندنا بعض some prokaryotes have a specialized member that perform metabolic function، تحوي على تراكيب غشوية خاصة تؤدي لنا وظائف أيضية، اللي هي على سبيل المثال إذا تذكرون بالمحاضرات السابقة ذكرنا بعض أنواع البكتيريا تكون قادرة على صناعة غذائها بنفسها، اللي هي تكون فوتوسينتيز. طيب هذا شلون تكون فوتوسينتيز؟ زين، لكونه حاوي على هذا الكمبارتمنتاليزيشن، حاوي على بعض الأغشية، هذه الأغشية تتم بها عمليات البناء الضوئي وإلى آخره. These are usually infolding of the plasma membrane. تكون عادة البلازما ممبرين اللي قبل شوية تكلمنا عنه، اللي هو هذا، نعم اللي هو هذا البلازما ممبرين، هذا البلازما ممبرين، هذه الطيات عادة تكون بشكل طيات، فبالتالي هذا الشكل اللي البلازما ممبرين تكون بشكل طيات، فهذه الطيات عادة يتم فيها بعض الوظائف تتم بها بعض هذه الوظائف اللي راح نتكلم عنها الآن بشكل مفصل. شوفوا إذا تنتبهون الآن عندنا هذا البلازما ممبرين، هذا البلازما ممبرين اللي تكلمنا عنه هذا وياه، وأكو بعض أنواع البكتيريا إنه تصير بشكل طيات. شوفوا شلون طيات، هذه الطيات من البلازما ممبرين. هنا تتم عملية التنفس اللي هي الريسبيريشن. بالنسبة لي بكتيريا أخرى تكون حاوية على تركيب بعد أكثر عمقا، إذا تذكرون أكو شيء اسمه ثايلوكويد ممبرينز. هذه الثايلوكويد ممبرينز إذا تواجدت بالبكتيريا تكون البكتيريا قادرة على صناعة القيام بعملية الفوتوسينثيتيك، يعني عملية البناء الضوئي اللي تكلمنا عنها سابقا. فبالتالي إذا تكون حاوية على هذا النوع من الطيات تكون قادرة على بناء القيام بعملية البناء الضوئي. أما إذا تكون حاوية على هذا النوع من الطيات على سبيل المثال تكون قادرة على القيام بعملية التنفس الهوائي، فبالتالي بالتنفس الهوائي تكون بكتيريا هوائية، بالتالي تكسر الجزيئات بشكل هوائي، تستخدم الأكسجين من أجل القيام بعمليات تكسير بعض الجزيئات المعينة بدورة اللي هي دورات استخلاص الطاقة.
بالنسبة للبروكاريوتيك إذا تذكرون قلنا إنه عادة الـ DNA مالتها يكون كميته قليلة جدا has less DNA بالمقارنة ويا الإيوكاريوتيك، لأنه مثل ما تعرفون خلايا الإيوكاريوتيك مثل ما تكلمنا مسبقا تكون حاوية على كروموسومات، أما خلايا البروكاريوتيك فتكون غير حاوية على كروموسوم، فبالتالي الكروموسوم كمية كبيرة جدا وموجودة داخل غشاء نووي مثل ما تعرفون، في حين انه البروكاريوتيك لا تكون كمية الدي ان اي فيها قليلة جدا. Most of the genome consists of circular chromosome. بالنسبة للجينوم مات البكتيريا مثل ما تعرفون انه يكون الدي ان اي مات يكون circular chromosome. زين. The chromosome is not surrounded by membrane. هي ما تكون حاوية الجينوم دي ان اي مالتها ما يكون محاط بغشاء خلوي معين. It is located in the nucleoid region عادة يكون موضع الكروموسوم اللي يكون غير حاوي على غلاف نووي وبالتالي ما يكون نوية، وين يكون موجود؟ يكون موجود عادة بالسنترال مالت البكتيريا في مكان يسموه nucleoid region. Some species of bacteria also have a smaller ring of DNA called plasmid. تذكرون قلنا انه البكتيريا تحوي اضف الى الكروموسوم الجينوميك دي ان اي تكون حاوية على شنو تركيب آخر من مادة وراثية نسميه بلازميد، وهذا البلازميد يكون سيركولار إذا تذكروا يعني يكون دائري، وقلنا إنه هذا السيركولار يتضاعف على كتر عن الكروموسوم، وبعض الأحيان يكون حاوي على جينات أو بعض معظم الأحيان حاوي على جينات مقاومة المضادات الحياتية. يعني شلون تصير مضادة مقاومة حياتية؟ مواد الأنتيبايتيك اللي هو المضاد الحياتي عادة عبارة عن مادة كيميائية. البكتيريا شو تسوي؟ عندها جينات معينة. هذا الجين كل جين وظيفته شنو بالنهاية؟ ينتج لي بروتين. البروتين هذا لما نتنتجه اللي هو انزيم يجي يكسر هاي المادة الكيميائية. فلما إذا كانت هالبكتيريا قادرة على إنتاج جين بروتين معين يكسر أنتي بايوتيك معين تكون مقاومة لذاك الأنتي بايوتيك. ولذلك نقول مثلا والله هاي البكتيريا مقاومة. شنو معنى مقاومة؟ إنه تحوي على جينات مقاومة. طيب هاي الجينات المقاومة وين موجودة؟ ما موجودة بالكروموسوم الدي ان اي، موجودة وين؟ بهذا الدي ان اي اللي نسميه بلازميد. هسه وين صاير هذا؟ هسه راح نشوفه. شوف إذا تشوفون هنا عندنا هذا طبعا شكل الخلية، هذه الخلية، هذا مكان النيوكليويد، وهذه مادة الدي ان اي داير مدارها. وبالنسبة للبلازميد، البلازميد صاير بشكل دائري، طبعا متخلص على نفسه، هو صحيح دائري بس متخلص على نفسه. بس شنو مستقل ما مرتبط، يعني شوفوا هاي هنا الخبيصه مالت الخيوط هاي كلها عباره عن شنو؟ جينات العفو الكروموسومال مالت البكتيريا كلها مرتبط مع بعض البعض، ولكن بالبكتيريا اكو ايضا ماده وراثيه صغيره هاي شوفوا هالكميه هاي شنو هذا؟ هاي عباره همات عن دي ان اي متخلص على نفسه بشكل دائري هو بس متخلص على نفسه، يكون حاوي ايضا على جينات معينه، هذه الجينات مسؤول عن إنتاج بروتينات تقاوم المضادات الحياتية. طيب there are some differences between prokaryotic and eukaryotic in DNA replication, transcription and translation. طبعا لكونه هذه حقيقية النواة وهذه بداية النواة عملية تضاعف الدي ان اي البكتيريا لما تريد تنقسم لازم يضاعف الدي ان اي فيسموها الدي ان اي ريبليكيشن. بعد وظيفة الـ DNA هو شنو؟ وظيفة الـ DNA هو ينتج لي بروتينات، فبالتالي نقول إنه هاي البكتيريا والله تفرز سموم، شنو هو هاي السموم؟ السموم هي عبارة عن بروتين، والله أقول هاي البروتينات الغشاء الخلوي بيها بروتين معين، هذا ريسبتر، شنو معنى ريسبتر؟ هذا بروتين، البروتين مين ينتج؟ ينتج عن طريق الـ DNA، زين شلون ينتج؟ يتحول المادة الوراثية من دي ان اي الى ار ان اي بعملية يسموها الترانسكريبشن. المفروض دكتور محمد جاسم يعطيكم فتشي عن هذا الامر زين بمادة الاحياء الجزيئية. بعد ذلك بعملية يعني الدي ان اي يتحول الى ار ان اي بعملية الاستنساخ تسميها ترانسكريبشن، والار ان اي يتحول الى بروتين بعملية يسموها الترجمة اللي هي الترانسليشن. زين هاي عملية الـ DNA replication وعملية transcription وtranslation تختلف ما بين الـ prokaryotic والـ eukaryotic، يعني هاي الجملة تتكلم عن هذا الأمر. These allow people to use some antibiotic to inhibit bacterial growth without harming themselves. لكونه الكروموسوم والـ DNA يعني عفوا الكروموسوم
كروموسومات الانسان والدي ان اي مالت البكتيريا يختلف بطبيعته، لذلك انا لما اخذ انتي بايوتيك مثلا انتي بايوتيك وظيفته يقتل البكتيريا، زين شلون يقتل البكتيريا؟ العمل مالت الانتي بايوتيك مختلف، بعضها مثلا يدمر الغشاء الخلوي، بعضها مثلا يحطم لي مثلا بروتينات اساسيه للتكاثر، بعضها مثلا يروح يرتبط ويا من ويا الدي ان اي ويمنع عمليه تضاعفه او تكاثره او استنساخه او الى اخره. لكونه الدي ان اي مالت البكتيريا مختلف عن الدي ان اي مالت البكتيريا، لذلك مالت الانسان عفوا. لذلك لما اخذ الانتي بايوتيك ما راح ياثر بيه. ليش ما ياثر بيه؟ لانه الانتي بايوتيك مصمم انه يروح يتفاعل ويا من؟ ويا الدي ان اي مالت الخليه البكتيريه. فما يتفاعل ويا الدي ان اي مالت خلايا الجسم مالتي، يطب الخليه عادي. بس لما يلقى الانتي لما يدخل الى داخل الخليه البكتيريه لا، يروح يرتبط ويا من؟ ويا الكروموسوم. هسه شلون يرتبط؟ ان شاء الله تعالى اذا الله كتب لنا اهل الدنيا وانتقلت الى المرحله الرابعه بتقنيات الهندسه الوراثيه والتقنيه الحيويه راح تعرفون شلون يرتبط وشلون ياثر. بالنسبة لل reproduction and adaptation، احنا ما بقى شيء ان شاء الله، فقط 4 سلايدات. بالنسبة لل reproduction and adaptation، prokaryotic reproduced quickly by binary vision and can divided every 1 to 3 hours. اخذنا بالمحاضرة السابقة اذا تذكرون بمحاضرة الاطوار النمو انه البكتيريا تنقسم. زين شلون تتم عملية الانقسام؟ الانقسام يسموه بالباينري فيجن، تنشطر البكتيريا. يعني إذا كانت على سبيل المثال، إذا نرجع للشكل الأولي هذا، عندنا هنا هاي باسيلاي، الباينري فيجن مثلا هاي البكتيريا تنقسم شلون؟ تنقسم بالنصف، فبحيث تصير بكتيريا منها، بكتيريا منها، فايش راح يصير؟ باينري فيجن. زين؟ راح ينتج لي بكتيريا عصبية منها، بكتيريا عصبية منها، فالوحدة تنقسم 2. هذا الانقسام عادة يتميز بأنه يكون سريع جدا. بعض أنواع البكتيريا على سبيل المثال، كل خلية بكتيريا تنقسم إلى خلية بكتيريا ثانية خلال 20 دقيقة. مثل من؟ مثل بكتيريا الإيكولاي اللي هي البكتيريا الموجودة بالقولون. بعض أنواع البكتيريا لا، الانقسام مالتها يكون جدا بطيء، يحتاج مثلا 18 ساعة يلا تنقسم. مثل بكتيريا السل الرئوي تنمو بشكل بطيء جدا. Key features of prokaryotic production، يعني الصفات الأساسية بعملية التكاثر مالت البروكاريوتيك، إنه تتميز بأنه هذه البروكاريوتيك they are small، they're produced by binary vision، they have short generation time. يعني تتميز بأنه الخلية البكتيرية بأنه صغيرة في حجمها، بعضها يعني هذه الصفات الأساسية فيها، إنه البكتيريا تتميز صغيرة في حجمها. والنوع الثاني انه تتكاثر بالباينري فيجن، وكذلك انه الشورت جنريشن تايم. الجنريشن تايم البكتيريا من تنقسم من يعني المستعمره الواحده تنقسم الى مستعمره ثانيه، او مثلا خليه بكتيريا واحده تنقسم الى خليه بكتيريا ثانيه، ايش قد الوقت اللازم لانقسام هاي البكتيريا الى حتى تولد لي مثلا السنجل بكتيريا تولد لي تو بكتيريا دبل بكتيريا. هذا الوقت اللازم لانقسام البكتيريا الواحدة إلى أكثر من بكتيريا يسموه generation time، وهذا أخذناه بالتفصيل بالمحاضرة مالت الجروث اللي أتذكروها. Many prokaryotes form metabolically inactive endospore which can remain viable in harsh condition for centuries. إذا تذكرون بالمحاضرات السابقة قلنا إنه بعض أنواع البكتيريا لما تريد تموت تكون تركيب سميناه بالإندوسبور. هذا الإندوسبور يتميز بأنه يكون موجود في البيئة، وهذه البيئة حتى لو harsh environment يعني conditions، harsh معناها قاسي، conditions ظروف قاسية جدا، حارة، جفاف، شمس إلى آخره، centuries قرون، زين عشرات السنوات تبقى بعض الأحيان بعض الأنواع الإندوسبورز تكون مقاومة. إلى أن تتوفر الظروف المثالية الإندوسبورز يتحول إلى بكتيريا ويتكاثر. طبعاً هذا هنا الإندوسبورز، على سبيل المثال عندنا هذا، طبعاً هاي الصور كلها صور مجهر إلكتروني. عندنا على سبيل المثال هذه خلية
خلية بكتيرية، خلية بكتيرية شبه اجت تموت، شافت الظروف ما مناسبة، حست بروحها راح تموت. زين حست بروحها شنو يعني؟ مثلا عندها برين؟ لا، الكيميكالز ستيمولز اللي هي المحفزات الكيميائية اعطتها اشارات انه يا بتر انت راح تموتين. فرأسا بتفاعلاتها الكيميائية في داخل الخلية كونت تركيب، التركيب هذا هو اندوسبورز. التركيب هو عبارة عن غشاء خلوي، سايتوبلازم، طبقة كوت، الكوت هنا طبقة بروتينية سميكة جدا، ومادة وراثية. وهذا السبور يبقى سنوات، لا يجف، لا يصير به فتشي، إلى أن تتوفى به الظروف المثالية يتحول إلى بكتيريا. طبعا مو كل أنواع البكتيريا ليها سبورات، بعض أنواع البكتيريا. لكونه الشورت جنريشن مالتها، يعني انه الانقسام مالتها، جنريشن معناه جيل، شورت جنريشن معناه مثلا عندنا جيل الاباء، جيل الابناء، جيل الاجداد. زين جيل الاباء ايش قد عمره مثلا؟ يوصل 70 سنه مثلا، هذا المتوسط ما بين الناس بالعراق، ويموت. فهذا نسميه جنريشن. احنا الجيل الثاني وهكذا. فالبكتيريا تتميز بانه بها شورت جنريشن. لكونه short generation هذا يؤثرها إلى أنه evolve quickly. For example يعني تتطور بشكل سريع. Adaptive evolution in bacteria colony was documented in lab over 8 years. Prokaryotic are not primitive but are highly evolved. يعني على الرغم من أنه البكتيريا عادة يعني adaptation evolution مالتها اللي هو قدرتها على التكيف والتطور في البكتيريا تكون عادة جدا سريعة. لاحظوا انه البكتيريا قد تتطور خلال 8 سنوات مثلا. was documented in a lab over 8 years. خلال 8 سنوات هذه مثلا تم was documented. for example adaptive evolution معنى انه التكيف، التطور التكيفي in bacteria colony في المستعمرات البكتيريا was documented يعني أنها سجل in a lab في مختبر ما over 8 years خلال 8 سنوات. بعض الأحيان إحنا لما نسوي عملية زرع للبكتيريا نعرضها إلى ظروف معينة، بكتيريا تبدأ تتطور، نخليها ويا بكتيريا أخرى مضادة، البكتيريا تبدأ شيئا فشيء تكتسب جينات، تغير من ظروف معينة. مثلا البكتيريا تنمو بشكل طبيعي على ميديا معينة، هاي الميديا إذا غيرت التركيب، أضفت لها مثلا مادة حامضية، أضفت لها مادة كيميائية، تبدأ تحاول إنه تقاوم الظروف. اللي يصير شنو؟ إنه تفرز بروتينات معينة، تنتج جينات تبدأ تشتغل، جينات معينة بها تبدأ تشتغل، تتغير مساراتها الأيضية وهكذا. فعلى الرغم من إنه هي primitive، هي بسيطة، ولكنها تتميز بأنه تكون جدا قدرتها على التكيف سريعة. بالنهاية أتمنى إنه المحاضرة نالت استحسانكم. إذا عندكم أي سؤال free to ask. أتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. مثل ما لاحظت طبعا المحاضرة كثير من معلوماتها هي معادة، ولكن فيها بعض المعلومات أيضا جديدة اللي حبيت أنه أطرحها على حضراتكم. وفي النهاية أتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله تعالى. أنا محدثكم دكتور بسام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله. السلام، في أمان الله.